في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما الحضارية منها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة التجارة غير الشرعية للمخدرات للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية من وضع حد لعصابة مختصة في التجارة غير الشرعية للمخدرات، وهذا على إثر معلومات مؤكدة وردت للمصلحة. وبعد تحديد هوية المشتبهين فيهما، قامت عناصر الفرقة بوضع خطة محكمة أين تم الإيقاع عليهم في حالة تلبس. وبعد إذن بالتفتيش صادر من قبل سيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، تم تفتيش المسكن أين أسفرت العملية على استرجاع 3 أسلحة صيد بحري، 6 هواتف نقالة تستعمل من قبل عناصر هذه الشبكة، إضافة إلى رخصة سياقة مزورة، كمية معتبرة من المخدرات من نوع قلب الهندي، وكذا مخدرات صلبة من كوكايين وكراك، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وكذا مبلغ مالي يقدر ب 15,000 دينار تعتبر من عائدات التجارة غير الشرعية بالمخدرات.